اضطرابات ما بعد الصدمة هي حالة توتر يمكن أن تصيب جميع الذين عايشوا أحداثاً صادمة ومؤلمة كالتعذيب والاعتداء والحرب، أحداث تتعرض بها حياتنا للتهديد، وتلك الأحداث تؤثر على الدماغ والجهاز العصبي بطريقة فقدان التحكم بالتعامل مع الحدث فيما بعد. لدى الذكريات استعداد للحضور فجأة وبدون سابق إنذار. على سبيل المثال، عودة الذكرى من الماضي وكأنها تحدث الآن، فلاش باك، أو بشكل كابوس وكأنه حقيقي. وبذلك ينتاب المرء تلك المشاعر وردود الفعل التي حدثت بذلك الوقت. يعمل الدماغ بردود الفعل ذاتها، وكأننا ما نزال تحت التهديد، بحيث يصاب مركز الإنذار في الدماغ بنشاط مفرط. غالباً ما يصاب المرء بحالة تأهب دائم وعلى استعداد للهرب أو القتال أو الجمود. الكثير من الأشخاص يعانون من الشد العضلي وصعوبة التركيز والآلام وضيق النفس ودائماً على حيطة وحذر وسرعة الغضب. الكثير من الأشخاص ينزعجون ويشعرون بانزعاج من الأصوات والروائح. كل هذه ردود فعل طبيعية على تجارب وأحداث عنيفة وغير طبيعية. حياة المرء المصاب باضطرابات ما بعد الصدمة يتجنب غالباً المواقف التي تسبب له مشاعر وردود فعل جسدية مزعجة. عدد كبير من هؤلاء الأشخاص يفضلون عزل أنفسهم اجتماعياً أو الانسحاب والابتعاد عن العائلة والأصدقاء. اضطراب ما بعد الصدمة يشعر المرء بأنه لا يستطيع التعرف على نفسه كما كان عليه من قبل، وبذلك تزداد أفكار الكآبة. PTSD، اضطراب ما بعد الصدمة، يؤثر تأثيراً كبيراً على حياة المرء. ولكن لحسن الحظ نعلم جيداً بأن الحصول على العلاج المهني المتخصص يحدث اختلافاً إيجابياً.